الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي ينضم إلينا عبر الهاتف. برحب بحضرتك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل السادة المشاهدين. زيارة هامة للرئيس السنغالي إلى مصر، كيف تقرأ هذه الزيارة والعلاقات المشتركة ما بين البلدين؟ الحقيقة أقرأها في إطار أن الطريق إلى الاتحاد الأفريقي يبدأ من القاهرة. هذه الزيارة قبل رئاسة السنغال للاتحاد الأفريقي وأيضا قبل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، أيضا أتى رئيس الكونغو الديمقراطية إلى القاهرة في زيارة في مثل هذا التوقيت العام الماضي للقاهرة، وبالتالي هناك استعانة بالخبرات المصرية خاصة بعد النجاحات التي حققتها الدولة المصرية إبان رئاستها للاتحاد الأفريقي، الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو حتى فيما يتعلق بإعادة ترتيب الهيكل للاتحاد الأفريقي، وأيضا إنجاز اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وإخراجها إلى النور، كلها منجزات طبعا تضاف كمان لدور مصر الفاعل في إحلال السلم والأمن الأفريقي، كلها أدوار ومنجزات مصرية على الصعيد الأفريقي بتجعل الاستعانة بالخبرات المصرية وبالتجربة المصرية دائما حاضر في ذهن الدولة القادمة على رئاسة الاتحاد الأفريقي، وبالتالي أعتقد أن هذه الزيارة تخدم في الإطار الأول الشق الإقليمي المتعلق بالقارة السمراء، وأيضا بالطبع تخدم العلاقات الثنائية التي أيضا شهدت تطور ملحوظ بعد عام 2014. بنتحدث عن عودة الدائرة الأفريقية كدائرة اهتمام أولى للسياسة الخارجية المصرية، هناك اهتمام من القيادة السياسية المصرية بتطوير العلاقات المصرية الأفريقية على كافة الأصعدة، وجدنا جولات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جابت يعني أكثر من 30 محطة أفريقية فقط في 7 سنوات، وهذا يرمز يعني توافر الإرادة السياسية لتنشيط ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، وده في الحقيقة انطبع على سواء التجارة البينية ما بين مصر ومختلف الدول الأفريقية أو حتى دور مصر الفعال في يعني ترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية. نعم، إذا مصر والسنغال وعلاقات مشتركة ومواقف محل اهتمام مشترك في العديد من المجالات، ما يمكن أن تفضي إليها هذه العلاقات وهذا التعاون الثنائي ما بين مصر والسنغال في عام يعني ترأس فيها السنغال الاتحاد الأفريقي؟ ما هو المنتظر إذن؟ يعني إذا ما تحدثنا عن ملف سد النهضة كأولوية قصوى بالنسبة لمصر في البداية. بالتأكيد هذا الملف يعني سوف يحتل يعني مكانة مهمة لدى رئيس الاتحاد الأفريقي القادم السنغال، كما كان أيضا في الدورة السابقة للاتحاد الأفريقي، دائما هذه القضية موجودة على طاولة رئاسة الاتحاد الأفريقي كونها هذه قضية هامة للغاية وتمس استقرار مش مصر وأثيوبيا والسودان فقط، ولكن أيضا شرق القارة الأفريقية بالكامل، خصوصا أن هذا النطاق الجغرافي أصبح يشهد الكثير من الصراعات في منطقة خاصة بالقرن الأفريقي، وبالتالي يعني الوصول لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة أعتقد أن هي أولوية يجب أن تتطلع بها السنغال في مهمتها القادمة وهي ترأس الاتحاد الأفريقي، خصوصا أن هناك ترحيب مصري بالدور الأفريقي تجاه هذه القضية. دوما مصر تحاول أن تجعل الاتحاد الأفريقي منخرطا كعنصر حل في هذه القضية، وهذا أمر مهم جدا. مصر مؤمنة بفكرة الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية، وهذا المبدأ في الحقيقة بيجعل يعني هناك طريق سهل ومناخ سهل للأشقاء في السنغال للعمل على هذه القضية. أيضا هناك قضايا أخرى محل اهتمام مشترك زي القضايا المتعلقة بتنامي ظاهرة الإرهاب وأيضا القلاقل الحاصلة في منطقة الساحل والصحراء. بنتحدث عن منطقة هناك 6 دول في منطقة الساحل والصحراء من عام 2021 حتى مطلع هذا العام شهدت اضطرابات سياسية، وبالتأكيد هذه الاضطرابات السياسية هي خلقت مناخ رحب للجماعات الإرهابية والفكر المتطرف للتسلسل والدخول إلى هذه الدول، وتحولت حتى نزاعات سياسية في هذه الدول إلى أيضا بؤر لتجمع الجماعات الإرهابية، وبالتالي هنا نتحدث عن تجربة مصرية رائدة في مجابهة الإرهاب والفكر المتطرف، وهذه الظاهرة الجديدة على أفريقيا جنوب الصحراء. نعم، شمال أفريقيا دائما كان يشهد خلال العقود الماضية يعني صدام مع الإرهاب ومحاربة للإرهاب، ولكن أفريقيا جنوب الصحراء ظاهرة الإرهاب حديثة عليها، وبالتالي هي تحتاج إلى دولة لديها قدرات وتجارب كبيرة جدا في مجابهة الإرهاب زي الدولة المصرية. مصر لم تعطي تجارب مجردة فقط، ولكن أيضا صنعت أو احتضنت في القاهرة مركز تدريب الخاص ب يعني قوى الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وبالتالي أيضا هذا المركز سوف يساهم في هذا الدور. أيضا هناك قضايا أخرى طبعا
جائحة كورونا بتضع نفسها على طاولة أي يعني مفاوضات أو أي اهتمامات للقادة والنظم الصحية الإفريقية. نعم بالتأكيد، وهنا بقى نتحدث عن التوزيع العادل للقاحات. القارة الأفريقية حتى الآن لم تحصل على النصيب العادل من اللقاحات التي تحصنها من هذه الجائحة، ما زال المجتمع الدولي ينظر يعني مش باهتمام قوي لفكرة حصول القارة الأفريقية على اللقاحات اللازمة، في حين ان للاسف القاره الافريقيه السوق التجاري والاستهلاكي الاكبر للمنطقه الاوروبيه والدول الصناعيه الكبرى، وبالتالي يجب الاهتمام بالتوزيع العادل للقاحات. هذه قضيه مصريه بتوليها القياده السياسيه المصريه اهتمام بالغ، وجدنا هذه القضيه وطرحها بهذا المنطلق وبهذه العداله من خلال القياده السياسيه المصريه في كافه المحافل الافريقيه التي حضرها السيد الرئيس، سواء عبر اجتماعات الفيديو كونفرنس او الاجتماعات المباشره. وجدنا هناك اهتمام بهذه القضيه. ايضا هناك قضيه اخرى مرتبطه باستضافه مصر لكوب 27 ومستقبل القاره الافريقيه في ظل التغيرات المناخيه، اعتقد ان هذا ايضا ملف يجب ان يكون محل اهتمام لرئيس الاتحاد الافريقي في المرحله القادمه، خصوصا ان احنا نتحدث عن دوله كبيره في القاره وهي الدوله المصريه، سوف تستضيف هذا المؤتمر الاطاري المهم للغايه، وبالتالي تفعيل الدور الافريقي الدور الافريقي في هذا الامر مهم جدا. اذا هي ملفات كثر على طاوله هذه المفاوضات الثنائيه ما بين مصر والسنغال. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.